أهلا بكم. جنود أمريكيون يكشفون عن أسرار نووية. هذا ما حصل تماما حين لجأ جنود أمريكيون إلى تطبيقات تعليمية معروفة على الإنترنت لمراجعة معلوماتهم العسكرية. موقع بيلينكات الذي كشف هذا الأمر أكد أنه حدد مواقع القنابل النووية الحرارية الأمريكية المخزنة في أوروبا بدقة، ببساطة من جراء البحث عبر الإنترنت عن مصطلحات يعرف أنها ترتبط بالأسلحة النووية. الموقع أوضح أنه تتبع بطاقات دراسة يستخدمها عسكريون أمريكيون يخدمون في القواعد العسكرية الأوروبية التي تضم أسلحة نووية. للبحث عن معلومات حول هذه الأسلحة فوجدت تفاصيل دقيقة وكثيرة عنها في بطاقات الدراسة هذه. مثلا وجد على تطبيق شيغ مجموعة من 70 بطاقة للدراسة تحتوي معلومات عن ملاجئ فيها أسلحة نووية في قاعدة فولكل الجوية في هولندا، فيما لم تعترف الحكومة الهولندية يوما أن هذه القاعدة الجوية في جنوب شرق البلاد تضم أسلحة نووية بشكل رسمي. كذلك وجدت مجموعة من 80 بطاقة للدراسة على موقع آخر فيها تفاصيل الخزائن الساخنة والباردة في قاعدة أفينيو الجوية في إيطاليا، وبين التفاصيل كيفية تفعيل هذه الخزائن استنادا إلى مستوى الإنذار بالخطر. الموقع أوضح أنه بالبحث عن هذه البطاقات حصل على تفاصيل كل القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية المعروفة باحتوائها أسلحة نووية، أي في تركيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا. المثير للاهتمام أن كل البطاقات التي يعود أقدمها إلى العام 2013 وآخرها إلى الشهر الماضي فقط سحبت عن الإنترنت لدى محاولة الموقع الذي يوضح في تحقيقه أنه حاول الحصول على تعليقات من حلف شمال الأطلسي، وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي حول الموضوع.